المشروع هذايا الصالون الدولي لتكنولوجيات المعلومات والاتصال الموجه لافريقيا هو يعني مساهمه بسيطه لكن مساهمه يبدو حتى الاداره التونسيه يعني تبنتها وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال حطتها تحت إشرافها السيد رئيس حكومة مش يجي دشنها. يعني التظاهرة ذي هي كيف نستطيع أن نضع النسيج الاقتصاد التونسي في تكنولوجيا المعلومات في الصورة في المنظار، أولا لتمكينه من تقدم من يعني الحصول على طلبيات شراكات استثمارات جديدة. صحيح. وهذا شنو مش يجيب يكون الخيرات ومواطن شغل. صحيح. بربي كلمة على تكنولوجيا المعلومات، هو القطاع حاليا محرك الاقتصاد، لأنه اليوم تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي هما اللي نجموا يحسنوا القدرة التنافسية متاع الشركة الفلاحية، الشركة الصناعية، الشركة في الخدمات. وثانيا احنا شنو المعترك في هذا العالم؟ هو التجديد، الانوفاسيون. انا لخص لكم التظاهره هذه فيها ثلاث جوانب هامه في التنقيق. الجانب الاول هو عرض، نحبوا نعرضوا الطاقات التونسيه ولما لا طاقات اللي تحب تكون في شراكه معنا طبعا. في ثلاثه ايام للنسيج الاقتصادي التونسي وللافارقه والمغاربه والعرب لايجاد امكانيات شراكه. اثنين يعني هو حدث اقتصادي وبزنس 100% لأنه فيه محطة لمعناها لقاءات مهنية ثنائية اللي منظمة قبل العرض. وثالثا عندنا ملتقيات عالمية وملتقى هام وهام جدا حول ملتقى حول الآليات المالية الرقمية. وهذايا تعرفوا البنوك عندهم معناها أهمية كبرى وقصوى في كل الاقتصاديات وفي تونس أيضا. وبالطبع عندنا شراكة مع جمعية البنوك التونسية وجمعية البنوك المغاربية لوضع تونس كما نرى في هذا المجال وإمكانية يعني تسليط الأضواء. والهدف متاعنا هو أن تونس تكون منارة في شمال أفريقيا وعلى المستوى الإقليمي والعالمي. يعطيك الصحة.